أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. قرار رئاسي بإلزام كافة مسؤولي الدولة بالعودة إلى اليمن وممارسة مهامهم من الداخل. التوجيه الرئاسي الصادر إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك يقضي بعودة جميع مسؤولي الدولة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة في موعد أقصاه 6 أغسطس، أي غدا الأحد. يترقب اليمنيون عودة كافة قيادات الدولة ومسؤوليها بموجب التوجيهات الرئاسية لممارسة مهامهم بعد غياب وانقطاع سنوات طويلة وقاسية من عمر اليمنيين. هل هذا القرار يعد بداية جديدة ولو متأخرة لتعزيز حضور الدولة وتدشين مرحلة جديدة أم فقط مناورة سياسية؟ هل العاصمة المؤقتة آمنة ومهيئة لممارسة عمل الدولة بكافة مؤسساتها؟ ماذا عن السعودية التي حرصت على الإبقاء على قيادات الدولة لديها من أجل ضمان استمرار الوصاية على القرار اليمني؟ وما مدى استعداد المسؤولين للعودة إلى أرض الوطن والتخلي عن الامتيازات المالية بالعملة الصعبة عن أجواء الراحة والاستجمام في الخارج؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. توجيه رئاسي يلزم موظفي الدولة بالعودة إلى عدن. القرار ألزم الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والمحافظين ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة خلال 7 أيام من صدوره لممارسة أعمالهم من داخل البلاد. في ظل الشتات والغياب الإداري الذي تعانيها الحكومة منذ بداية الحرب، يبدو القرار المتأخر خطوة لإعادة لملمة حكومة المنفى وتحسين الوضع الإداري والمالي للحكومة الشرعية. التوجيهات التي جاءت عقب إعلان السعودية عن وديعة بقيمة 1,200,000,000 دولار يبدو أنها خيار الفرصة الأخيرة أمام المجلس الرئاسي، وربما لوضع الإشكال في عنق رئيس الحكومة الذي بات بحسب كثيرين يغرد خارج سرب مصلحة الناس. يرى كثيرون أنه من الصعب على المسؤولين الذين باتوا يعيشون رغد العيش في العواصم العربية والأوروبية مغادرة حياة الرفاهية والعودة إلى اليمن لممارسة مهام الدولة ومواجهة الصعوبات جنبا إلى جنب مع الشعب اليمني. من جانب آخر، لا تزال العاصمة المؤقتة تعيش تحديات أمنية يتطلب تجاوزها إرادة جادة ورغبة حقيقية من الحكومة والمجلس الانتقالي شركاء السلطة خصوم الأرض. 8 سنوات ترك خلالها المواطن عرضة للفوضى والانهيار في ظل غياب مؤسسات الدولة في المناطق المحررة وتنصل مسؤولي الدولة عن القيام بواجبهم تجاه الدولة والشعب. يتساءل مراقبون عن إمكانية فتح الرياض الباب أمام مسؤولي الشرعية لمغادرة أراضيها والاتجاه للعاصمة المؤقتة عدن، خاصة وأنها حرصت دائما على الاحتفاظ بالمسؤولين اليمنيين لضمان استمرار الوصاية عليهم وسلب القرار اليمني من خلالهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة. هنا في الأستوديو الدكتور ناصر الطويل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور ناصر. مساء النور والعافية. أهلا وسهلا، حياكم الله. كما سينضم معنا الأستاذ عبد اللطيف الفجير وكيل وزارة الإدارة المحلية، والأستاذ الصحفي نشوان العثماني خلال هذه الحلقة، فأهلا بكم جميعا. البداية من عندك دكتور ناصر، بداية كيف تقرأ قرار المجلس الرئاسي بعودة الحكومة وبعض المسؤولين؟ يعني هو قرار لا شك إيجابي يعني ومطلوب. يعني هناك يعني تطلع شعبي واسع لعودة الحكومة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن. الكل يتطلع، يعني خروج الحكومة عن عدن يعني يؤثر سلبيا على مستوى الخدمات وعلى أداء الدولة وعلى أداء النظام السياسي وعلى يعني الخدمات التي تقدم للمواطنين. لكن يعني من الواضح انه ظروف هذا القرار لم تضج بعد، لم تتوفر بعد. لا ننسى دكتور ان هذا يعني هذه هي المره الثالثه التي يتم اتخاذ مثل هذا القرار ولم يعني يحقق تماما. اريد اقول انه يعني لم يحدث تقبل كبير او يعني رغبه، يعني لم يقابل هذا القرار بمصداقيه من قبل كثير من الناس، لانه مثل ما قلت ذكرتي انه حدث اكثر من مره من هذا الجانب. لكن
نفس الظروف اللي يعني جعلت الحكومة وبكل قيادتها خارج عدن ما زالت قائمة الآن. يعني بمعنى أنه عودة الحكومة لن تكون من خلال قرار يصدر من رئيس مجلس القيادة أو مدير مكتب رئيس الجمهورية، وإنما من خلال توفر الظروف المناسبة لذلك. في تقدير أنه ثلاث عوامل أساسية اللي تحكم عودة الجهاز الإداري للدولة إلى عدن، قيادة الدولة إلى عدن. أولها الظروف الأمنية وهو العامل الحاسم. يعني عدن الأوضاع العسكرية والأمنية يعني بيد طرف خارج سلطة الدولة، أو هو موجود شكليا في بنية السلطة لكن يعني قراراته وتوجهاته يعني في حالة من التعارض، وفي كثير من الأحيان في حالة من التصادم مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي، ومشروعه يختلف عن مشروع مجلس القيادة الرئاسي. الأوضاع العسكرية التي تحيط عدن أيضا ما زالت بعيد عن سيطرة مجلس القيادة الرئاسي. هذا العامل هو العامل الحاسم في تقدير. العامل رقم اثنين هو توجه دولتي التحالف. عودة القيادة الدولة إلى عدن هو مربوط بقرار تتخذه دولتي التحالف، وقرار حاسم يعني إما لتسوية سياسية أو لقرار عسكري. يعني لا هذا متوفر ولا ذلك متوفر، ولذلك يعني القرار الذي صدر من المجلس الرئاسي لا شأن للتحالف به، هو لا يستند إلى ظروف يعني تمكنه من التنفيذ. واحدة من هذه العوامل التي تمكنه من التنفيذ هو العامل الأكثر أهمية، اللي هو قرار يعني حاسم من السعودية والإمارات ب يعني عودة مجلس القيادة الرئاسي وبقية قيادة الدولة إلى عدن ممارستهم. هذا الأمر مثل ما ذكرتي يعني كثرة يعني أن يصدر توجيهات وأوامر دون أن تجد طريقة إلى التنفيذ، هو للأسف الشديد يضعف من مصداقية مجلس القيادة الرئاسي، يعني يوسع من الفجوة بين الناس وبين المجلس، ويعني يجعل الناس يعني ينظرون بحالة من الاستخفاف وحالة يعني من عدم المصداقية إلى مثل هذه القرارات. في تقدير أنه مثل هذا القرار ينبغي أن يسبق بمجموعة من الإجراءات في مقدمتها ترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية في محافظة عدن، بناء يعني رؤية ولو قصيرة المدى للحكومة يعني في جانب الخدمات وفي جانب التعامل مع التحديات الاقتصادية، لأنه عودة الحكومة بدون أن يكون لها أثر يعني على الأرض من خلال إيجاد يعني معالجات اقتصادية ويعني تحسين في وضع الخدمات يعني لا يكون ذا جدوى. يعني وجود قيادة الدولة أو عدمه لا يعني لا يقيسه المواطن إلا من خلال ما تحسن في الوضع الاقتصادي. نعم. وتحسن في مستوى الخدمات. في تقدير يعني بالمجمل لنرى بمدى جدية القرار، هل تعتقد أنه جاد إلى حد أنه سيتم إيقاف راتب كل من يتخلف عن العودة؟ هل سنشهد غدا عودة من تم ذكرهم في القرار؟ لا أتوقع أنه يعود الكثير، وهذا سيضعف مصداقية مجلس القيادة مثل ما ذكرت. وحتى لما تتخذ قرار جهاد يعني الناس لن يتقبلوا هذا القرار يعني ولن ياخذونه يعني على محمل الجديه، سيقولوا انه يعني واحد من القرارات اللي مثل ما القرارات السابقه. يعني ان تخذ قرار يعني كان الاولى على المجلس القيادي الرئاسي هو الصمت يعني الى ان تتوفر الظروف الموضوعيه، او الاعاز بطريقه غير معلنه الى قياده الدوله بالعوده الى عدن دون الحاجه الى يعني قرار ينشر في وسائل الاعلام. هذا يحمل يعني مسؤولية كبيرة على مجلس القيادة، ويجعلها أمام يعني في حالة من الرقابة الشعبية وفي حالة من الترصد ويعني مآلات هذا القرار ونتائجه. يعني أليس بالأجدر أن كان يعود مجلس القيادة الرئاسي حتى تعود الحكومة؟ يعني طالما الظروف لم تتهيأ للمجلس الرئاسي بالعودة، فهل ستتوفر للحكومة؟ الأولوية في تقديري هي ليس مثل هذه القرارات، الأولوية هي للعمل لتوفير الظروف المناسبة لعودة مجلس القيادة والحكومة. يعني يعني تفعيل اللجنة العسكرية الأمنية المعنية بدمج التشكيلات العسكرية في المناطق سيطرة السلطة الشرعية يعني أمر حاسم. يعني إيجاد توازن عسكري داخل مدينة عدن أيضا من الأمور الشديدة الأهمية. يعني قوات درع الوطن يعني كانت في فترة من فترات يدفع بها للحضور في مدينة عدن، كان من شأن وجودها بشكل كبير في مدينة عدن يوجد توازن عسكري، يعني أنه سيطر الطرف واحد له رؤية ومشروع خارج مجلس القيادة الرئاسي، وإن كان مثل ما قلنا موجود شكليا لن يمكن المجلس. يعني أنه من مجلس العامل الحاسم أو العامل الرئيسي في منع يعني عودة مجلس القيادة كما هو معروف للناس جميعا هو موقف المجلس الانتقالي الجنوبي. لن يتغير هذا الموقف إلا من خلال أمرين،
إما يعني توجيهات صريحة وواضحة من السعودية وبدرجة أكبر من الإمارات باعتبار حكم حالة التبعية بين مجلس الانتقال الجنوبي بين الإمارات، أو إيجاد توازن عسكري لصالح المجلس القيادة الرئاسي في مدينة عدن وما يحيط بها. يعني لكن عدم وجود هذا ووجود هذا وإصدار قرارات مثل هذا يعني في تقديري بأنها تضر أكثر مما تنفع، لأنه يعني مصداقية تستنزف مصداقية مجلس القيادة الرئاسي للأسف الشديد، وتتولد حالة من الانطباع السلبي لدى قطاع واسع من المواطنين تجاه هذا الأمر. هناك من ربط دكتور ناصر عودة أو وجود هذا القرار بأنه أتى على خلفية الوديعة أو جزء من الوديعة الذي أودعته السعودية الأخيرة. بطبيعة الحال يعني لا نفهمه إلا في هذا السياق، يعني هو جانب شكلي، يعني واحد من الجوانب الشكلية اللي اتخذت على أساس أنه إشعار المواطنين بأنه وربما دولتي التحالف بأنه يعني ثمت يعني جدية في التعاطي مع الموارد المالية اللي قدمت من السعودية. لكن لا أظن أنه يعني دولة التحالف مقتنعة بهذا القرار، ولا يعني أظن أنه يعني قيادة الدولة ستستجيب أو كثير منهم لن يستجيب لمثل هذا القرار، ويعني مصداقية مجلس القيادة الرئاسي ستضعف سواء عند دولتي التحالف أو الشعب. وبالمناسبة هذا سيقدم ذريعة لدولتي التحالف بأنه مجلس القيادة غير جاد، اتخذ قرارات ولم ينفذ هذه القرارات، ويعني ربما أنه يتحمل كثير من التبعات يعني السياسية وربما القانونية أمام الشعب وأيضا أمام دولة التحالف. طيب ألم تكن يعني الأجدر بالتحالف أن يساند مثل هذا القرار ويهيئ الظروف التي ذكرتها لهم للعودة ولبدء ممارسة مهامهم؟ يعني القضية اليمنية في المجمل هي تعيش في حالة برزخية، يعني ومن يمتلك القرار في هذا الجانب هي دولتي التحالف. إلى الآن لم يتخذ قرار يعني حاسم باتجاه يعني انهاء يعني او وضع القضيه المسار الازمه اليمنيه في يعني شوطها النهائي او مسارها النهائي. ما زالت اليمن يعني بازمتها السياسيه والعسكريه والاقتصاديه تعيش حاله من المراوحه. من يتخذ هذا القرار هي دولتي التحالف. في تقديري اذا ما ارادت دولتي التحالف ان هي تعيد مجلس القياده الرئاسي والسلطه الشرعيه الى عدن لن يكون ذلك يعني صعبا امامها، ستتخذ مجموعه من القرارات، ويعني لن يقف اي طرف امام يعني قرارات او يعني توجهات دولتي التحالف. انما هناك رغبه لان تبقى الامور على هذا النحو، يعني كانت في ازمه يعني اقتصاديه يعني شديده، البعض كان يقول بانه يعني البنك المركزي ربما وصل الى حاله من الافلاس والعجز عن تامين شراء السلع والخدمات. تدخلت السعوديه يعني في اللحظات الاخيره من خلال الوديعة اللي هي مليار ومئتي مليون دولار، يعني بمعنى أنه دولة التحالف لديها قرار بأنه لا تدخل إلا في حالة الحاجة القصوى، فيما عدا ذلك يعني تبقى الملف في حالة من المراوحة سواء في بعده العسكري أو بعده الاقتصادي أو بعده السياسي. صراحة دكتور يعني هناك من تندر على مثل هذا القرار بأنهم المسؤولين لن يتخلوا عن امتيازاتهم في عواصم الدول العربية المقيمين فيها سواء في الرياض أو في دبي أو في القاهرة أو في إسطنبول. يعني هناك من ضبط أموره أولاده في المدارس وحياته ماشية في الخارج، فيقول لك يعني من الصعب أن يعودوا بشكل حقيقي، ربما يعودون بشكل شكلي أسبوعين ثلاثة كما يتم ثم يعود الأمر على ما هو عليه. للأسف الشديد واحدة من تبعات الحرب الموجودة أنه هذا الوضع الذي يعني صار إليه جزء كبير من النخبة السياسية وخاصة نخبة الحكم في اليمن. يعني أولا من حقهم الطبيعي أنه يحصلوا على مرتبات يعني باعتبارهم يعني من قيادة الدولة، ومن حقهم الطبيعي أن تؤمن لهم يعني مستوى معين من المعيشة ويؤمنهم وأسرهم. لكن مع طول الحرب وتسع سنوات من هذا الوضع يعني تخلقت يعني روابط يعني جزء كبير من نخبة الحكم بينها وبين الأرض وبينها وبين الشعب وبينها وبين الوطن يعني ضعفت للأسف الشديد، وأصبح يعني هم جزء من البيئات الجديدة سواء في القاهرة أو في إسطنبول أو في عمان أو في مسقط أو غيره. يعني ولذلك سنواجه في المستقبل هذه المشكلة، يعني خاصة يعني أنه هم بالخارج يستلمون بالدولار ومبالغ كبيرة،
لا يمكن أن يقبلوا ب يعني بالرواتب ب باليمني ب يعني كم يستلم وكيل الوزارة أو الوزير أو نائبه؟ هذا ما أريد أن يعني أوصل إليه، أنه تولدت لنا هذه المشكلة، أنه أصبحت يعني مثل ما ذكرتي أنه كثير من رتبوا أوضاعهم المالية وأوضاعهم المعيشية على هذا النحو. وأنا قلت في أكثر من مرة أنه المبالغ اللي يتم يعني تسليمها له مبالغ يعني مبالغ مالية مبالغ فيها أكثر مما يستحق، يعني تحتاجه يعني مستوى يعني معيشة لائق لهم. وعند يعني والبعض يتحجج أنه وضعت في فترة معينة إلى آخره، لكن يعني مثل ما قلت أنه الآن هذا جزء كبير من طبقة الحكم يعني أصبحت بعيدة عن الشعب، أصبحت بعيدة عن معاناة الناس. يعني إيش معنى القيادة؟ القائد هو الذي يعيش معاناة الناس، يعني ولكن الذي يعيش معاناة ما شاء الله ولا يعني واحد عايش يعني الصورة المتبقية لسالم ربيع علي سالمين لما حكم في الجنوب من 69 إلى تقريبا 74، والصورة النمطية الإيجابية لإبراهيم الحمدي الذي حكم اليمن في نهاية الستينات إلى يعني منتصف السبعينات، هي تولدت من أنه هذين القائدين هم كانوا يعني أقرب إلى نبض الشعب ويعيشوا معاناة الناس. يعني سالم ربيع علي تجده في أي بوفية، يعني ممكن تجده في أي مكان، يعني أي مواطن يعني ويعيش نفس اللبس المواطن ويأكل تقريبا من يعني مستوى يعني الأكل اللي بيأكله المواطنين، ولذلك حفظ لهم التاريخ هذه المكانة الشعبية التي لم يزحمهم فيها أحد. يعني اليوم واحدة من تبعات الحرب أنه القيادة السياسية وحتى القيادة الحزبية كثير منها يعني أصبحت يعني في مستوى معيشي معين ومستوى من الحياة بعيد يعني كثير عن ما يعيشه بقية المواطنين. ونخشى أنه في المرحلة القادمة مثل ما ذكرت أنه إذا ما وجدت تسوية سياسية أو يعني تمكنت السلطة الشرعية من العودة إلى حكم البلاد، يعني هناك صعوبة أنه نمط معين الحياة لهم ولأولادهم ولأسرهم ربما لم يعد تناسبه اليمن. ولذلك أنا في تصوري بأنه يفترض إذا ما وصلت السلطة الشرعية من جديد يعني تحكم البلاد بأكملها بأنه يعني نحتاج إلى نخبة سياسية جديدة، ومن يفترض أنه يتولى السلطة هم أولئك الذين يعني ناضلوا وبقوا يعني في 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 الميدان، وهؤلاء هم الذين يعني يؤمل عليهم في قيادة الدولة في المرحلة القادمة. يعني للأسف الشديد الفساد جزء من النخبة السياسية اليمنية، لكن في هذه المرحلة الحرب هذا الفساد نخر، وليس نخر فقط وإنما عزل طبقة الحكم عن الشعب وعن همومه وعن معاناته. الذي صار لدينا يعني شعب يعاني الأمرين، يعني وصار لدينا طبقة سياسية يعني محصنة ضد تبعات الحرب إلى حد كبير. نعم. إذن دكتور يعني يقولون بأن إذا كانت السعودية فعلا جادة في عودة المسؤولين فهي بقرار واحد يمكن أن يعني توجههم إلى الداخل، فلماذا تبقي السعودية خاصة على قيادة المجلس الرئاسي لديها؟ من يهندس للعملية السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن يعني بشكل نهائي السعودية، وهناك حالة من التفويض يعني من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وهناك حالة من التسليم من قبل النخبة السياسية، وهناك حالة عالية من الموثوقية يعني لدى قطاع من النخبة السياسية بقرارات السعودية وتوجهات السعودية. هذا هو الواقع اليمني. الأمر ما السعودية يعني مثل ما قلت تبقي الأمور على هذا النحو في اليمن، يعني لكنها واضح أنها يعني في المرحلة الأخيرة تهندس ل يعني لمسارين، يعني الأقرب في تقديري أنه تهندس العملية عسكرية قادمة في اليمن. يعني مؤشرات تقول أنه المسار السلمي والهدنة يعني مقوماتها وأركانها تتراجع لصالح عمل عسكري قادم، ولذلك هذه ربما هل ما زالت السعودية تريد الدخول في أعمال عسكرية؟ يعني الجميع يرى بأنها على العكس تماما أرادت أن تنسحب دون العودة إلى الأعمال العسكرية. الحقيقة أنه السعودية تقدم رسائل متضاربة، يعني في رسائل يعني على أنه باتجاه التسوية والهدنة، وفي رسائل باتجاه آخر ترتيبات في الميدان تدفع إلى المسار العسكري وليس المسار السلمي، وما هو يعني رائج في الإعلام هو يدعم العملية السلمية والتهدية بشكل يعني أكبر. في تقدير الشخصي أنا أنه السعودية أمل للعمل العسكري، وأنا يعني على اعتبار أمرين، يعني أنه قدمت تنازلات كبيرة، هذا من وجهة نظر القيادة السعودية، قدمت يعني تنازلات كبيرة للحوثيين، السفير السعودي انتقل إلى صنعاء،
السعودية والسفراء الغربيين والمجتمع الدولي بيقول بأنه الحوثيين يتحملون مسؤولية كبيرة لأنهم لم يقابلوا المبادرات السعودية والمبادرات المجتمع الدولي المتكررة والمتابعة يعني بما يلقف هذه المبادرات ويبني عليها، ولذلك يعني في حالة عالية من الإحباط لدى المجتمع الدولي من يعني مسار التهدئة واستمراره ومسار التسوية في اليمن، ويوما بعد آخر تتعزز اتجاهات العمل العسكري أكثر منها، يعني قد لا يكون عمل عسكري حاسم وإنما عمل عسكري يعيد يعني وفقا لوجهة نظرهم يعني يجذب الحوثيين إلى تسوية سياسية. نعم، إذن يعني هناك أيضا من يقول بأن قرار عودة مسؤولية الشرعية هو منوط بالسفير السعودي، يعني وتم ربطه مباشرة بمكتبه وباللجنة الخاصة، ما تعليق؟ يعني المبالغة في السفير السعودي هي نوع من يعني ربما من حالة الغضب التي لدى القطاع من الشعب اليمني تجاه السياسات السعودية. يعني السفير السعودي هو واحد من الأشخاص المعنيين بإدارة السياسة السعودية. السياسة السعودية أوسع من يعني أن يديرها شخص واحد. يعني غالبا السياسة السعودية لدراسة نشرتها في عام لم تنشر في عام 2013 غالبا كان يعني لدينا اللجنة الخاصة ولدينا المخابرات ولدينا الملك ولدينا المسؤول الملف، يعني غالبا أكثر من 3 إلى 4 جهات هي اللي تصنع السياسة السعودية يعني تجاه اليمن وتنفذها. السفير واحد من يعني الأشخاص الذين ينفذون السياسة السعودية، والمخابرات واللجنة الخاصة هي أكثر حضورا يعني في هذا الجانب. السعوديون كما الأمريكيون يتعاملون مع اليمن من منظور أمني، ولذلك هو في حضور كبير للمخابرات واللجنة الخاصة، وفي السابق كان السلطان بن عبد العزيز هو الذي يدير هذا الملف. اليوم أصبحت بحكم التحولات في قيادة السعودية يعني مرتبطة المخابرات واللجنة الخاصة بمكتب ولي العهد السعودي بشكل مباشر. نعم، إذا اسمح لنا دكتور ناصر أن ينضم معنا الصحفي عبد العزيز المجيدي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الضيف الكريم. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. هل تتوقع أن يعود مسؤول الدولة يوم غد بعد القرار الأخير أم أنها مجرد مناورة إعلامية؟ في الواقع لطالما كان هناك توجيهات مستمرة بشأن موضوع عودة الحكومة، كانت المسألة لها علاقة بأزمة مستمرة تتعلق بطبيعة التركيبة الموجودة التي تم يعني بناءها للسلطة الشرعية في المحافظات المحررة وتحديدا في محافظة عدن. كان ذلك ربما تجلى بشكل أكبر بعد سيطرة المجلس الانتقالي على محافظة عدن بعد أحداث أغسطس 2019، وهي الأحداث التي أدت إلى يعني تشديد قبضة الانتقالي على تلك المناطق، وأيضا يعني إبقاء تلك المناطق تحت سيطرته بشكل كامل. وثم بعد ذلك جاء اتفاق الرياض ليكرس من ويشرع عن سيطرة المجلس الانتقالي، وبالتالي أصبحت الحكومة رهن لوجود المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية. هذه الأزمة ربما ليست أيضا مرتبطة فقط بهذا الأمر، كان أعتقد بأن هناك توجه ربما له علاقة بسياسات التحالف منذ البداية بشأن مسألة وجود السلطة الشرعية داخل محافظة المحررة، ونتذكر بالتأكيد قصة منع الرئيس من العودة إلى محافظة عدن في منتصف 2017 من قبل قوات موالية للإمارات، وكان هناك أيضا معلومات كثيرة تحدثت عن مسألة إرجاع طائرة الرئيس من أجواء عدن. يعني الأمر كان له علاقة إلى حد ما يعني رغبة لدى التحالف بإبقاء تلك المناطق، مناطق سهلة من أجل إعادة بناء وتشكيلها بالطريقة التي تروق للتحالف. ثم بعد ذلك أيضا تأزم المشهد بصورة أكبر ووصلت إلى ما وصلت إليه بعد أن تم إبعاد الرئيس وأيضا إعادة تشكيل السلطة الشرعية بالواجهة التي شاهدناها من خلال مجلس القيادة الرئاسي. مسألة عودة التوجيه بعودة الحكومة إلى عدن ارتبطت بدرجة رئيسية وتزامنت مع إعلان السعودية عن المنحة أو المساعدة المالية بالمبلغ الذي يعلن وهو 1,200,000,000 دولار، ويبدو أن رئيس مجلس الرئاسة أراد توجيه رسالة بأن الحكومة يجب أن تعود إلى عدن لممارسة نشاطها، وأيضا رفق هذا القرار أيضا أوامر بضبط عملية الصرف في الجانب المالي، وكانت هذه ربما أيضا رسالة للسعودية بأن الحكومة ربما تبدأ بالتزامات تتعلق بمسألة إصلاحات مالية وما إلى ذلك. لكن على ما يبدو بأن هذا الأمر أيضا كان دائما يتكرر مع كل تحرك له علاقة بمسألة
يعني محاولة معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال مثلا المنح وما إلى ذلك، لكن عمليا عودة الحكومة مرتهنة بدرجة مرهونة بدرجة رئيسية لمدى وجود توافق أصلا بين أطراف المجلس مجلس الرئاسي. حيدر الزبيدي عاد مؤخرا إلى عدن، وأعتقد أن صورة كانت ذات دلالة عندما نشرت له يستقبل وفد التحالف، كان الرجل يرتدي زيه العسكري وأيضا بصورة تبرز إلى حد ما شكل من أشكال يعني التحدي بأنه هو الذي يسيطر على عدن. وبالتأكيد وجود الوفد السعودي ربما كان من أجل محاولة أيضا إقناع حيدرس الزبيدي بأن على الحكومة أن تعود وأن تبقى في عدن. على كل حال هو الأمر له علاقة أيضا بطبيعة إدارة التحالف في الملف في تلك المحافظات، وبنفس الوقت أيضا هو ناجم بدرجة رئيسية عن تلكؤ التحالف وأيضا السعودية تحديدا عن تنفيذ ما يسمى باتفاق الرياض. السعودية حتى الآن لم تتمكن من تنفيذ هذا الاتفاق الذي كان يعيد يعني معالجة المشاكل المتعلقة ببنية السلطة من حيث مسألة توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأعتقد بأن هذا الأمر ربما يبدو إلى حد كبير صعب وإن لم يكن مستحيل. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عبد العزيز ودكتور ناصر. ينضم معنا الآن أستاذ عبد اللطيف الفجير وكيل وزارة الإدارة المحلية عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف. أستاذ عبد اللطيف، هناك من يرى أن هذا القرار، نعم تسمعني؟ أيوة. نعم، هناك من يرى أن هذا القرار تأخر 8 سنوات، يعني وهو القرار الثالث تقريبا، فكيف تنظر إلى قرار عودة الحكومة إلى عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم الشاهدين. هو قرار طائف، ودائما ما من أجل عودة الناس إلى عدن من أجل ممارسة عملهم ومن أجل البقاء في أعمالهم في الوزارات من أجل تقديم خدمة للمواطن. وهذا القرار أتى بعد الوديعة، لأن الإشكالية ليست عودة الناس، الإشكالية ونحن قلناها أكثر من مرة أن الإشكالية هي في موازنات الدولة. من الطبيعي كل قيادة الدولة يستطيعوا أن يعودوا إلى العاصمة المغلقة عدن بأول قرار، وجميع مستعد للنزول سواء أعضاء الحكومة أو سواء من منهم في سيادة الوزارات أو سواء مدراء العموم أو مجلسي الشورى أو النواب. لكن الإشكالية هي في الإمكانيات، يعني عندما الدولة توجه شيء ولا تستطيع أن تقيم بالتزامات التي سيتحرك إلى عدن، هنا تكون المشكلة. نتيجة الظروف المعيشية، غلاء الإيجارات، الحماية، أشياء كثيرة يحتاجها المسؤول الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، قد تكون الالتزامات أكثر من الراتب، وهذا ما يعانيه اليوم كثير من قيادة الوزارات. وهذا نعم، إذا كيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار إذا لم يتم تهيئة عودتهم فعلا، خاصة نحن نتحدث عن تهيئة عدن أمنيا لاستقبال هؤلاء جميعا؟ هنا تتقسم الأمور إلى 3 أجزاء. الجزء الأول وهما قيادة الدولة العليا، وهذا لا إشكالية في عودتهم، كونهم يعودون إلى معاشهم أو إلى الأماكن الآمنة ليست إشكالية، كالوزراء وغير الوزراء ومن في الرئاسة، هنا ليست إشكالية. الجزء الثاني وهم من تستطيع وزارتهم أن توفر لهم إمكانيات في السكن والمواصلات والبدلات الأخرى، هنا يستطيع أن يستمر وأن يدير أعماله في عدن. وكثير من قيادة الوزارات عندما نزل عدن لم يعد ولم يخرج من عدن، استمر كثيرا. الفئة الثالثة وهم من لم تستطع وزاراتهم أن تدير لهم سواء سكن أو مواصلات، وهنا تكون الإشكالية. وهذا كثير من الوزارات وقيادة الدولة يعرفون أنهم لا يستطيعوا، يعني حتى الراتب الذي يعطى له لا يستطيع حتى ان يكون بدل سكن او بدل او بدل. هل تعني الراتب بسعر ما يستلمه الان بالدولار، ام انه حين يعود الى عدن سيستلم بالعمله المحليه؟ حتى وان كان بالدولار، اليوم بقي الدوله تقريبا من اكثر من 7 أشهر لم يستلموا، او 6 أشهر عفوا لم يستلموا رواتب، وهذه ايضا اشكاليه. فعند العوده الى عدن يصبح عبء على الدوله، لكن في الأخير هذا لا يعفي أحد أن يتواجد في العاصمة عدن ولو لفترات ولو في صورة يعني تقطعها حتى تتسكر الأمور.
اليوم لابد على الجميع أن يسعى إلى حشد جميع موارد الدولة من أجل توفير موازنات للدولة حتى تستطيع الوزارات أن تتعافى وأن تستعيد نشاطها بحيث يستفيد المواطن. غير ذلك إذا لم نستفد من موارد البلد وإذا لم نستفد ويكون ذلك تفعيل مجلس النواب وكذلك جهاز الرقابة والمحاسبة حتى يسأل كل من يفرط في الموارد. اليوم موارد الدولة لم تكن منضبطة لإنصاف الأمثل، هنالك تفريط في بعض الجوانب في موارد الدولة. نحن اليوم أنا أعتقد أن تحشيد الجهود كلها في متابعة وحشد موارد الدولة من لا يقل على الجبهات اليوم التي هي جبهات القتال. على الجميع اليوم أن يسعى إلى توفير هذه الموارد من أجل خدمة المواطن. اليوم المواطن ينتظر من الحكومة تقديم شيء. اليوم المواطن في العاصمة المؤقتة عدد يعاني من الكهرباء، الكهرباء بتقطع من 4 إلى 5 ساعات، الوضع المعيشي لا يطاق، البنزين غالي، وضع المواطن اليوم حتى وإن كان يتقاضى المرتب لا يستطيع أن يغطي الإيجار لأجل المواطن، ما ذلك في المصاريف اليوم والالتزامات. الغلاء المعيشي عند التلاعب بالعملة أيضا يلعب دور كبير في حياة المواطن. إذا لم يكن هنالك معالجات أساسية للوضع الاقتصادي اليوم في البلد فستستمر المشكلة وسيفر الجميع من التواجد في البلد وكل سيذهب للبحث عن الرزق في أماكن أخرى، وهذا ما يحصل مع دكاترة الجامعات اليوم. من القضايا الكبرى أن اليوم كادر الدولة ودكاترتها وأطباء اليوم يذهبون إلى دول الجوار أجل أن يلاقي الراتب الذي يستطيع أن يعود أسرته، في ظل أن البلد بعد فترة إن غادر هؤلاء الكوادر سيكون ذلك خلل في المؤهلات التي نحتاجها اليوم في البلد، وهذا يمثل خطر على الكوادر، خطر على بلدنا عند مغادرة الكوادر. نحن نريد أن تبقى الكوادر في البلد ويعطوا هؤلاء حقهم من أجل استمرار في البلد حتى تكون استقرار في البلد وحتى تستفيد من هذه الكوادر بكثرة في البلد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد اللطيف الفجير وكيل وزارة الإدارة المحلية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. واسمح لنا دكتور ناصر أن أعود للأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز، في ظل الظروف التي تحدث عنها الأستاذ عبد اللطيف، هل يمكن فعلا تطبيق مثل هذا القرار إذا كان مسؤول الدولة لم يستلموا رواتبهم منذ 7 أشهر كما يقول، إذا كان الخدمات غير متوفرة في عدن، إذا كان حتى تأمين العاصمة المؤقتة غير موجود لهؤلاء، فهل يمكن فعلا تطبيقه أم أنه سيمضي حبرا على ورق عدة القرارات السابقة؟ هناك شقين للأزمة الحالية. أعتقد بأن هناك الشق السياسي وهو المتعلق بمسألة الأزمة المتراكمة الناجمة عن سيطرة المجلس الانتقالي على عدن، وأيضا إخفاق أو لنقل تواطؤ السعودية في مسألة عدم إنفاذ اتفاق الرياض الذي يفترض أن يكون باتجاه ترتيب صفوف الشرعية كما كانت تقول على الأقل. الجانب الآخر هو الجانب المتعلق بالجانب الموازنة والإيرادات. يعني نحن نتكلم عن موارد اقتصادية مضروبة بشكل تام. الحكومة كانت تعتمد بدرجة رئيسية بحدود تقريبا 70% إلى 75% على موارد المتعلقة بالموارد النفطية. هذه الموارد تم إيقافها بشكل تام بعد الضربات التي واجهتها ميليشيا الحوثي لبعض المناطق، وأيضا استطاعت من خلالها أيضا عبر القنوات الخلفية من خلال التفاوض مع السعودية تحويل هذا الأمر إلى ملف جانبي للتفاوض بينها وبين السعودية. يعني السعودية إلى حد كبير مارست صورة من صور التواطؤ أيضا مع ميليشيا الحوثي من خلال القبول بمسألة تهديد هذه المناطق، لأن السعودية افترض أنها قاعد تحلف بالسلطة الشرعية، والسلطة الشرعية هي التي تطلب منها مسألة يعني توفير يعني المضادات الخاصة بمسألة يعني إيقاف ضربات الطائرة المسير وأيضا حتى الصواريخ البالستية وما إلى ذلك. ومع ذلك هذه المنشآت تزود بأي شكل من أشكال المنظومة الدفاعية التي يفترض أن توجه مثل هذه المسائل، على الأقل من أجل يعني استمرار ضخ الموارد التي القادر على يعني ايجاد حد الادنى من قدره الحكومه على مواجهه الالتزامات المتعلقه سواء بالرواتب او المتعلقه ايضا بتوفير العمله الصعبه من اجل ايضا يعني توفير يعني المبالغ الخاصه باستيراد السلع. وبالتالي نحن نواجه مشكلتين في ان واحد. يعني الحكومه عندما غادرت عدن
غادرت على وقع أزمة سياسية مع المجلس الانتقالي، وبالتأكيد الكل يتذكر الاتهامات التي وجهت من الحكومة، وأيضا كانت هناك اتهامات متبادلة بين المجلس الانتقالي وبين الحكومة، هناك أشبه بتحدي. وبنفس الوقت أيضا يجب أن نشير إلى الأزمة المتراكمة بين السعودية والإمارات. المحافظة بحرة أصبحت عبارة عن ملعب وساحة للعبة شد بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بمناطق النفوذ بين الجانبين. يعني الكل طبعا غير معني بفكرة أن اليمنيين يعانون، ويقول مازل كبير متعلق بوضعهم المعيشية الصعبة والمتفاقمة، وأيضا على والانهيار التام على كل المستويات. هم فقط الآن حريصين على مسألة كل طرف يريد أن يعني يضع نفسه في حدود معينة ومناطق نفوذ معينة، وبالتأكيد هناك من يطمع للحصول على المزيد، وهناك أيضا من يحاول أن يوقف نفوذ هذا الحدود لهذا الطرف في تلك المنطقة أو في ذلك المكان. بالتالي الأزمة مركبة، ليست فقط متعلقة بمسألة أن هناك أمر من الرئيس فقط قرر في لحظة ما أن الحكومة تعود، ستعود على كيف يعني. يعني عودة الحكومة وبنفس الوقت قبولها للأطراف باللعبة التي تدار من قبل الطرفين الحليفين بهذه الطريقة، بمعنى أن هناك شكل من أشكال التسليم للقرار اليمني بشكل تام لهذه الأطراف لتلعب بالطريقة التي تريدها. يعني لا يمكن أعتقد للحكومة أن تعود بدون توافق مع المجلس الانتقالي، وأيضا يفترض الطرفين الحليفين في المسألة يجب أن يعالج هذا الأمر. السعودية يعني من غير ما أقول أن تظل تتفرج، بينما هناك طرف موقع على اتفاق الرياض لم يلتزم بأي اتفاقات، وأيضا الحليف الآخر لديه التزامات لم يقم بها بنفس الوقت. لكن ما هو حاصل بأن هناك معركة تدار على ما تبقى من جثث اليمنيين بين الطرفين، وهما يتبارزان بهذه الطريقة والصورة التي نشاهدها، غير مفترضين للمآسي التي يواجهها اليمنية. وبالتالي يعني مسألة عودة الحكومة فقط لمجرد أن هناك قرار صدر رئيس مجلس الرئاسة، أعتقد أن الأمر ربما أصعب وأعقد من هذا التبسيط الذي فقط يعتقد بأن المسألة لها علاقة بمزاج الحكومة ومزاج أعضاء الوزراء وغيرهم الذين يعني يريدون البقاء خارج البلاد. ربما هناك الكثير منهم يريد البقاء، لكن بنفس الوقت أيضا إذا ما توفرت البيئة المناسبة المؤدية لا أنترة تحتاج إلى يعني إصدار أوامر بعودة الحكومة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نفسه أعضاء مجلس خارج البلاد، وبالتالي لا نحن نسأل ما الذي يبقيهم خارج البلاد؟ لماذا لا يعودوا إلى عدن؟ بمعنى أن العوائق التي تمنع عودة المجلس الرئاسي هي نفسها التي تمنع عودة الحكومة، ورغم أن التحالف جاء بالمجلس الانتقالي من أجل إشراكه داخل الحكومة، لكن مع هذا رغم شرعنته لسيطرة المجلس الانتقالي على الأوضاع في عدن وأيضا إدخاله الحكومة وأصبح شريكا، ومع ذلك لا زال المجلس الانتقالي يمارس دور الحاكم وأيضا دور المعارض في نفس الوقت الذي يرفض وجود الأطراف الأخرى داخل المحافظات الجنوبية، وهي يعني لعبة تدار بوعي كامل من قبل التحالف. وللأسف الشديد هو وجد نخبة سياسية قادر على أن يتلاعب بها بالطريقة التي يريد، فقط بمجرد أن يتم الإعلان عن منحة أو مساعدة مالية بسيطة يتم فقط الترحيب بها والتهليل لها، وينقص فقط أن يخرج الناس في مهرجانات. يعني هذا استخفاف بالناس، وأيضا يعني عدم إحساس بالمسؤولية تجاه الناس حتى هذه اللحظة. يعني الأزمة تتفاقم بهذا الشكل المخيف، الوضع يتردى على نحو يعني نشاهده في كل وقت. يعني الناس يموتون من الجوع، لا أحد يكترث ولا أحد يسأل، فقط لمجرد أن السفير يخرج بتصريحات وطبعا ذلك يتم توقيع على وديعة، والوديعة أو مبلغ مساعدة لا أحد يدري كيف يتم التصرف بهذا المبلغ. وبنفس الوقت أيضا كما اكتشفنا الوديعة السابقة تحولت إلى مجرد طرف لمدة 4 سنوات وتمضي اللعبة بهذه الطريقة. يعني للأسف اليمنيون عبارة عن مجموعة مغفلين في لعبة، أو للأسف لا نقول مغفلين فقط، أيضا إلى كبير النخبة السياسية متواضعة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صحي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك دكتور ناصر. دكتور ناصر، يعني هناك يعني سمعت طرح الأستاذ عبد اللطيف الفجير والأستاذ عبد العزيز بأن المسألة يعني هي أكثر أو أكبر تعقيدا من مجرد قرار، وهم يتفقون معك في هذا الطرح. إذن لماذا يتم يعني وضع مثل هذه القرارات إذا كانت مستحيلة التنفيذ على أرض الواقع؟ ما الفائدة يعني؟ هو للأسف الشديد يعني في أمر آخر، يعني هناك إطار أمني للقضية، العودة يحكم العودة اللي هو الوضع في عدن،
وهناك وضع سياسي مرتبط بتوجهات دولتي التحالف، وهناك تشوهات مالية وإدارية، يعني في أمور خارجة عن قدرة مجلس القيادة الرئاسي وفي أمور بيده. يعني من الأمور اللي بيد مجلس القيادة الرئاسي هو حالة التشويه في الأوضاع المالية لقيادة الدولة، يعني من يعود إلى عدن يتم معاقبته. كيف؟ إنه اللي بيبقى في خارج اليمن بيستلم بالعملة الصعبة، ومثل ما قلت دائما وأكررها مبالغ يعني مبالغ فيها إلى حد كبير، يعني لا مستوى المعيشة لا يتطلب مثل هذه المبالغ، وجزء كبير منها عند كثير من الناس بيتحول إلى استثمارات وإلى آخره. وهذا يعني شيء يعني معيب للقيادة للطبقة السياسية الحاكمة في اليمن في ظل معاناة يعني شعبية واسعة يعني. لكن مثل ما قلت انه بدل يعني يدفع يعني يضغط على من هم في الخارج من خلال تقليل المخصصات الماليه من اجل انه يكون حافز لهم او وسيله من وسائل الضغط لدفعهم من التفكير للانتقال الى داخل الوطن، لا، يتم معاقبه من يذهب الى عدن من خلال تسليم مرتب بالعمله المحليه، وبالتالي مثل ما قال وكيل الوزاره اللي كان معنا انه يكون يعني في حاله يعني وحاله لا تطلب له لا توفر لديه المتطلبات الاساسيه. مع ملاحظه شيء، إنه تكلفة الحكم في اليمن هي من أعلى تكاليف الحكم في العالم في تقدير. يعني أكبر يعني مؤسسة الدولة. ماذا نقصد بتكلفة الحكم؟ يعني اللي هي الموارد المالية المخصصة لقيادات ومؤسسات الدولة العليا. لدينا عدد كبير، يعني بدل رئيس واحد لدينا سار يعني 8 رؤساء بموازنات خاصة بهم، بطاقم يعني تابع لهم. سار لدينا جيش من يعني وكلاء الوزارات ونواب الوزراء ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، يعني صار لدينا جيش واسع لا يتطلبهم العمل. يعني في الأخير هو كانت يعني في البداية كانت السلطة الشرعية تريد أن يعني تبني جسم في البداية، كانت معذورة في هذا الجانب، وكانت أيضا يعني تريد أن تقدم نوع من الإعاشة لمن يعني انضم إلى هذا الجسم. لكن مع استمرار الوضع هذا الأمر يعني توطن واستمر، وبالتالي خرج عن الأهداف اللي يعني كانت في البداية. يعني في لدينا عشرات الوكلاء لكل وزارة، ولدينا عشرات الوكلاء للمحافظين، يعني واقع يعني وهذه المحافظات تقع تحت حكم الحوثيين وليس حكم السلطة الشرعية، وبالتالي لا أدري يعني ماذا يقوم به الوكلاء المحافظات يعني في صنعاء وفي ريمة وفي ذمار وإلى آخره. عموما يعني هذا الأمر الذي بيد مجلس القيادة الرئاسي هو معالجة الأوضاع الاختلالات المالية والتشوهات المالية اللي هي يعني مدفوعات لقيادة الدولة. يفترض أنه من يكون متواجد داخل عدن أنه يعني جزء كبير من الموارد يعني يحصل عليها، وتقلل يعني بالتدريج على من هم خارج البلاد لدفعهم للعودة، أو على الأقل تهيئتهم نفسيا يعني للعودة يوما ما. لكن أنه من يبقى خارج اليمن يعني حتى وإن تأخرت الرواتب 6 أشهر 5 أشهر في الأخير ستسلم، يعني في الأخير ستسلم، وهذه جزء كبير من الموازنة الدولة. ويعني الأمر الآخر اللي لا يعاب على هذه الطبقة اللي حالة الفساد العالية، أنه يعني مثل ما ذكرنا الوكيل وهو يتكلم، وهو بيتكلم عن أنه الدولة معنية بتأمين الوكلاء وأنه ما بيش بدل سكان ما بيش كذا، وكأنه ليس لنا أهم يعني وليس لنا من مشكلة في اليمن إلا كيف أنه نؤمن الطبقة السياسية الحاكمة. وهذه واحد من المفاهيم اللي العوجاء، يعني واحد من المفاهيم التي سار يعني تضحك وتبكي في نفس الوقت. يعني الطبقة السياسية الحاكمة أو قيادة الدولة إن لم تشارك الشعب يعني جوعه وعطشه وهمه، يعني ليست قيادة يعني وليست جديرة بالبقاء يعني في هذه المواقع. يعني لا يكون تفكيرها إلا كيف نأمن، يعني إذا نقلنا وكيل وزارة من هنا، مع العلم كثير من الوزارات في عدن تستقطع 15% من إيراداتها قبل أن تورد البنك المركزي وتصرف على قيادة هذه الوزارة. يعني وهذا نوع واحد من مساطر العبث بالمالية العامة للدولة. يعني يعني كثير من الوزارات خاصة اللي لديها يعني بعض الموارد تستقطع 15% من ما تحصله قبل أن يتم إيراده للبنك المركزي، ويتم الصرف يعني منها خارجا لما ينص عليه الدستور وخارجا لما ينص عليه القانون. يعني أنه كأنه وظيفة هذه الطبقة السياسية هي تأمين نفسها وتحصيل نفسها ذات التبعات والمعاناة التي يعيش منها الشعب. هذا أمر معيب، يعني شيء من الخجل. يعني الأمانة يعني بماذا سيذكر التاريخ هذه الطبقة؟ يعني وهذه العدوى يعني تنتشر وتتحول إلى ثقافة، والناس يتطبعون مع مثل هذه الثقافة ويعيشون معها. وعندما السلطة أو الشعب يطالب يوم أنهم تخفيض
يعني جزء من هذه الرواتب كأنك انتزعتها شيء يعني مكتسب وأساسي لمثل هذه الطبقة وسيثور ويتهمونك بأنك وأنك وأنك. لماذا؟ لأنه يعني لا يوجد العصامية، يعني لا أظن أنه مثل هذه الطبقة يعني تقود البلاد إلى بر الأمان، يعني إذا كانت بهذه المواصفات يعني غارقة في 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 تأمين نفسها ومتطلبات يعني حياتها وحياة يعني من تعوله، يعني الحقيقة أنها توجه للشعب رسائل شديدة السلبية، ولذلك يعني العزلة يوما بعد آخر تتسع بين الشعب وبين هذه السلطة، وحجم التعويل على مثل هذه القيادات يعني يتراجع يوما بعد يوم ما لم يحدث يعني طارئ في هذا الجانب. إذن شكرا جزيلا لك دكتور ناصر الطويل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.